السلام عليكم الزفلون، مرحبا بكم الى عدد جديد من مطبخ يمنا. وصلنا لهذا اليوم هو الكسكس بالدجاج والقديد. اتمنى تعجبكم هذه الوصفه، بقوا معايا للاخر. نبدا بالقديد، نغسله جيدا ونحطه في الماء باش نحيلو شويه تاع الملح، ونجيب كميه من اللوبيا بين هذا النوع، لوبيا العيون السوداء، نغسلها ونحطها تاني في الماء تغلى باش تطيب لنا نص طياب. هنا عندي زوج طراف تاع الدجاج، لان كل واحد على حسب افراد الاسره نتاعو، نحط عليهم شويه ملح، شويه كزبر مرحي، شويه كمون، شويه فلفل عكري، شويه فلفل كحل. وشويه بصل مقطع الى قطع صغيره كما راكم تشوفوا. نخلط كلش مع بعض جيدا باش ندخل التوابل في الدجاج. ثم نجيب الكسكاس ونحط كلش داخل كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها الكميه تاع القديد بعد ما قطرناها من الماء، نغلق عليهم ونحطهم على القدره ونخلي يطيبوا لنا بالبخار. ثم نجيب كميه من الكسكس، يعني الكسكس المتوسط، نفرغه في الجفنه ولا في القزعه، ونجيب شويه ماء ونبدا نشمخ في الكسكس تاعي بهذه الطريقه، وندير هذه الحركه حتى يتشمخ لي الكسكس كليا. اذا هنا بعد ما شمخناه كامل، اذا لازم كل الحبيبات تاع الكسكس تكون مشمخه، نخليه يرتاح ويتشرب لنا كامل الماء. اذا هنا كما راكم تشوفوا الدجاج والقديد تاعنا بداو يطيبوا، والريحه يا البنات ما نقولكمش رائعه. هنا نجي نخلط في الكسكس باش ما يتعجنش، نساويه بهذه الطريقه، نواسيه جيدا باليد.
نعاود نخليه مدة 5 إلى 10 دقائق إذن على حسب لاكاليتي تاع الكسكس نتاعكم. نخليه حتى ينشف لنا تماما باش نروحو نطيبوه. هنا الكسكس تاعنا راه ناشف، اذا راه واجد باش نروحو نطيبوه. نخلطو للمرة الأخيرة بهذا الشكل، نجيب شوية تاع الزيت، غير كمية غير قليلة، نحك بها بين يديا ونجوزها على كامل الطعام بهذه الطريقة باش كريحي نفورو ما يتعجن لناش. إذن هنا لوبيا تاعنا دخلها الطياب، إذا طابت لنا نص طياب، نطفي عليها ونصفيها من الماء. عندي كمية من الحميصة وعندي كمية من زرودية مقطعة إلى هذا الشكل، وعندي حبة بصل مقطعة رقيقة كما راكم تشوفوا. إذا هنا نحي الدجاج تاعي مع القديد كما راكم تشوفوا، خلاص طاب لنا نص طياب. نحطو مباشرة في الماء اللي غلينا عليه هذاك اللحم والدجاج، نحط فيهم الجزر، نزيد الحبة تاع البصل، ونزيد الدجاج والقديد كما راكم تشوفوا. اذا نخلط كلش مع بعض ونغلق القدرة تاعي ونخلي كلش يطيب على نار تكون متوسطة. هنا نجوز الكسكس تاعي، يعني شوفوا كيفاش تشرب لنا مليح وتجي مزربة، كل حبة تجي تروح وحدها. نعمرو في الكسكاس ونحطو على القدرة ونخليه يفور ويطيب، ثم نكمل الوصفة نتاعنا. كي تشوفوا الكسكس تاعكم بدا يفور، حطوا كميه من الملح. وهنا نجيبوا الكسكاس تاعنا ونفروا الطعام في الجفنه بهذه الطريقه، نجيب كميه من الماء ونبدا نشمخ في الكسكس تاعي وهو سخون باش يتشرب لنا جيدا. راح نواسيه بواسطه مغرفه باسكو يجي سخون بزاف. نحركو بهذه الطريقة، فوالا شوفوا كيفاش يجينا رائع. من هنا نشوف لا بخصوص ما نزيد له شويه ونحركه باليدين بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها.
بعد ما خليت الكسكس تاعي ارتاح لي شويه وتشرب جيدا، اذا خلاص نحط له كميه من زيت الزيتون ندهن بها يديا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونبدا نجوز الكميه تاع الطعام ولا الكسكس بهذه الطريقه. لازم نجوز يديا على كامل، نحاول ندير الزيت على كل حبيبات الطعام. الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها كما راكم تشوفوا الكسكس تاعنا راه يطرعد يجي ما شاء الله. كي تمسوه هكذا ويطرعد الكسكس تاعكم، هذا يبين بلي الكسكس تاعكم ما هو مخصوص ما هو مبلل بزاف، يجي رائع. اذا نعمرو دوزيام فون، نخليه يفور ويطيب ويكون الكسكس تاعنا واجد. لان هنا كيما راكم تشوفوا الدجاج والقديد تاعنا والخضره راهو طابو كامل، ما نزيد عليهم اللوبيا والحميصه يرفدوا غلية ونطفي عليه ويكون الكسكس تاعنا والمرقة واجدين. ونخليكم تشوفوا النتيجة النهائية للطعام تاعنا ولا الكسكس تاعنا في طبق التقديم. هذه هي التفويره الاخيره والكسكس تاعنا راه واجد. نحطوه في الجفنه ونمشوه بالمغرفه بهذا الشكل. فوالا شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، كل حبه تروح وحدها. هذا هو الشكل النهائي للطبق نتاعنا لنهار اليوم. اذا زينتو بشويه تاع البيض مغليتو في الماء وشويه تاع فلفل بيان سور، كسكس بلا فلفل ماشي كسكس، يجي ما شاء الله رائع بنين. نحضرو في المناسبات نتاعنا. نتمنى ان هذه الوصفه نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها وتنجح لكم ويعجبكم الذوق نتاعها. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. بقوا على خير.